الفيروس في مرحلته الأخيرة، الفيروس الآن يتهالك، الفيروس الآن يضعف. هناك من بدأ يتكلم عن طفرات، فلما يكون تطفر كما يعني في علمنا، هذه علوم ولقد درسنا هذه العلوم، يعني كل العمر كله أفنيناه يعني في هذه معادي العلوم، طفرة كيفما كانت حتى لما تكون في البكتيريا وفي الفيروسات وحتى في الحيوان، لما نتكلم عن طفرة الميوتيشن ميوتن، فهو يفقد بعض الصفات الوراثية، يكتسب بعض الصفات الوراثية أو تتغير بعض الصفات الوراثية، تظهر طفرة يعني مخلوق آخر. ولما تتطفر الفيروسات فهي تفقد قوتها الفتاكة رحمة من الله. وتكلمنا عن هذا الفيروس منذ شهر رمضان الماضي، حديثنا لم يعجب بعض الناس، لا زالوا يرددونه هكذا. لماذا؟ لأن الحقد يقتل صاحبه ولا يقتل الناس، الحقد يقتل صاحبه ولا يقتل الناس الآخرين التي تحقد عليهم، الحقد يقتلك أنت ولا يقتلني أنا. هذا الفيروس بدأ يتطفر وبدأ يضعف وبدأ يتهالك منذ رمضان الماضي، ونحن نعلم ما نقول ولدينا كلمتنا في الميدان. والناس الذين يتكلمون عن التطفر وعن اللقاحات وعن هذه الأشياء، هذه أنصحهم بأن يكفوا جهلهم عن الناس، أن يكفوا جهلهم، لأن لا أحد يعلم شيئا. هذه أشياء يعني تدخل في أسرار المختبرات وأسرار البحث العلمي، ولا يمكن أن تصلكم ولا يمكن أن تعلموا شيئا عن هذه الأشياء. يتكلمون بدون علم، لا يعلم شيء عن الكودون ولا الأنتي كودون ولا الكودون الأخير الذي يوقف يعني هذه تمثيل البروتينات، ولا عن الار ان اي ام وعلى الار ان اي تي، ولا عن ترانسكريبشن ولا عن ريبليكيشن ولا عن الميوتيشن، ولا عن الانزيمات التي تدخل في هذا الميكانيزم، ولا الريستريكشن انزيمز، ولا لا يعلم اي شيء عن هذه الاشياء. ثم يتكلم عن فيروسات هكذا وكأن الفيروسات جراد، كأنه يتكلم عن الجراد. هذه معلومات دقيقة وأسرار مختبرات ومراكز البحث العلمي، ولا يقدر أحد أن يخوض فيها. وإذا حاول أحد يعني أن يتظاهر على الناس بأنه فهم بعض الأشياء فهو يفضح جهله، ويجب أن يستر جهله وأن يكف جهله عن الناس، فإنه لا يعلم شيئا. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.